فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للإمام أن يسكت ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا عند قراءته قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ هذا في النافلة، ورد في النافلة، أما في الفريضة ألم يرد أنه يدعو عند آية الرحمة ويستعيذ عند آية العذاب ويصلي على النبي؟ هذا ما ورد في الفريضة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.